الله يحفظك. السلام عليكم. كنشكروا قناه اكادير 24 على الاستضافه. اليوم تفرجنا في الماتش تاع المنتخب في مقهى الرجاء هنا بحي بوتشكات، المباراه الثانيه ديال المنتخب في دور المجموعات. كنشوف ان المنتخبات الافريقيه المتواضعه ولات كتلعب مع فرق كبار وكيعانيو مع دوك الفرق الكبار في دور المجموعات ديال كاس افريقيا. منتخبات العريقه اللي عندها كؤوس كنشوفها كتعثر في المقابلات الاولى، وهاد اللقب اللي غاب على المنتخب 50 سنه. كنتمنوا ان المنتخب بهاد اللاعبين في السنوات الاخيره يجيب لنا الالقاب ويكون مرسخ في الالقاب عند الجمهور المغربي من طنجة القويرة. وكنشكر اكادير 24 على الاستضافه. شكرا.
صراحة المقابلة كانت مقابلة صعبة، بحكم أنه كاينين عوامل مأثرة بزاف. أولا التوقيت ديال المباراة اللي جا وسط النهار، وثانيا كاين المشكل ديال الرطوبة والحرارة، هادو عاملين أساسيين هما اتخذوا بالاعتبار، بحكم أنهم المنتخب المغربي صراحة بالمجهود كانت الفرصة مواتية ليه في الشوط الثاني، على لا في الشوط الأول ولا في الشوط الثاني بإضافة أهداف، ولكن نظرا كما قلنا لهذه الظروف هذه اللي ما ساعدتش بالشكل الكبير. عموما حنا كنترجاو أنه في المقابلة المقبلة، بحكم أنه خدينا دابا 4 ديال النقاط، نتمنوا أنه نفوزوا ونتأهلوا للدور الموالي، وشكرا.